النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في الأردن، رحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار للطقس الصيفي الاعتيادي لما تبقى من هذا الأسبوع، أيضا حرارات حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن اعتبارا من يوم الجمعة كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد من جديد متوقع أن تؤثر على المملكة وبالتالي انخفاض على درجات الحرارة. قبل أن نستعرض تفاصيل هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد، لا بأس أن نبدأ نشرتنا باستعراض صور القمر الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم الخفيفة المنخفضة التي تشكلت خلال ساعات الصباح الباكر، لكن سرعان ما تلاشت خلال ساعات الصباح المتأخر. ننتقل الآن وإياكم لتوزيع خرائط الحرارة السطحية المتوقعة على المملكة من يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت بإذن الله. لاحظ اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس درجات الحرارة حول معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق، لكن اعتبارا من يوم الجمعة بإذن الله كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد متوقع أن تندفع نحو منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه بلاد الشام والمملكة، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة. درجات الحرارة تصبح أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، أيضا يصبح الطقس صيفي معتدل خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل يميل إلى البرودة خاصة في الجبال والسهول. نستعرض الآن وإياكم هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المتوقعة أو المسببة لهذه الاندفاع هذه الكتلة الهوائية الباردة. يلاحظ أن مصدر هذه الكتلة الهوائية الباردة أو ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد قادمة من شرق القارة الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي ستكون ذات خصائص رطبة بإذن الله، وبالتالي تعود وتتشكل الغيوم المنخفضة في عموم في العديد من مناطق المملكة خلال ساعات الصباح الباكر، في خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى، أيضا بسبب ارتفاع نسب الرطوبة وأيضا انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل. نعود للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يصل الطقس صافي مع 19 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة بإذن الله، يوم الأربعاء 29 درجة مئوية إلى 19، يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، طقس صافي 30 إلى 18 درجة مئوية، لكن كما ذكرنا في هذه النشرة اعتبارا من يوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة 27 درجة مئوية فقط متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.